قبل 2000 عام كانت هنا مدينة، معمارها جميل وسورها منيع، تفوح من جنباتها روائح البخور واللبان، ليصدر إلى الحضارات الأخرى في ذلك الزمان. فمعابد مصر والعراق تنتظر القوافل العمانية. تلك هي سمهرم على ميناء خوروري. وقبل الخرائط الإلكترونية على الهواتف الذكية، قبلها بأزمان سحيقة، كان بطليموس يضع خارطة هذا الموقع. أرخت سمهرم لنفسها على أحجارها بالأبجدية العربية الجنوبية وعلى جدران معابدها. وكغيرها من الحضارات أتت أزمان لاحقة وأناس آخرون يبحثون في أماكن أخرى، وأتت حكاية مدينة أخرى اسمها البليد واسمها ظفار، لتكمل دورة الحياة قبل 1000 عام. تفاصيل كثيرة تحكي عن مدينة مزدهرة عامرة، وفي أوجها تتعرض للدمار، ولكنها تزدهر ثانية وتواصل نشاطها، فتصدر الخيول والأسماك والزيوت. ولكن يأتي زمن آخر يسيطر فيه البرتغاليون على صادراتها إلى الهند، فتنهكها المنافسة غير الشريفة، وهكذا. فالأيام دول، بقيت معابد سمهرم ومساجد البليد تسرد حكايات العمران والاقتصاد والعلوم والفكر والثقافة الإنسانية، وتترك لنا بعض الأسئلة والكثير من المفاخر والمآثر.